نيني جول. الهدف الأول يأتي مع الدقيقة 18، يسجل 7 أهداف نيني، يسجل هنا أندرسون لويز بعد ركلة جزاء. شوف لعب الكرة بزاوية وراح أشرف بزاوية، وجود يلعبها سريع الآن بلال، يستلم قلب الدفاع بعرضية رأسية تتحول جول. مقابل لا شيء، شوف الكرة الماضية سليمة مرت قلب الدفاع من حضر، وهنا لا تسلل، سليمة كانت من لساندرو، حلوة كانت. غانم عادت لمؤيد، ينطلق بكرة في الجبهة اليسرى، مؤيد حسن، مؤيد يحاول، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه مرت، هذه جول. مؤيد يسجل ثالث الأهداف، مؤيد حسن يسجل ثالث الأهداف، وهنا انذار لدينا أيضا، وهنا مؤيد إذا يسجل ثالث أهداف الغرافة، البديل يسجل مع الدقيقة 83، وهنا الانذار أيضا. هنا نتابع، شوف مؤيد، شوف لما مر، شوف لما عدى من أقصى اليسار، لمح الحارس، لعبها بأقصى الزاوية، سجلت في شباك الغرافة، في شباك